السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. هذا الفيديو كيخص نموذج رقم 3 ديال مادة النشاط العلمي من فروض المراقبة المستمرة، المرحلة الرابعة من الدورة الثانية، وهذا الفروض اللي كيخصوا المستوى الخامس ابتدائي. نبداو على بركة الله الإنجاز ديال هاد الأنشطة، ولكن قبل من ذلك كنذكركم بالاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقاو يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم من فيديوهات فروض دروس وكذلك امتحانات إشهادية بالنسبة للمستوى السادس ابتدائي. إذا مرحبا بكم وزيدوا دعموا القناة. إذا في هذا الفرض عندي ثلاثة ديال الأنشطة باللغة الفرنسية، أو لا عفوا نشاطين باللغة الفرنسية ونشاط واحد باللغة العربية، يعني كاينين ثلاثة ديال الأنشطة في هذا الفرض هذايا. نبداو بالنشاط الأول اللي هو أون فرونسي. إذا عليه 4 بوان، أربعة ديال النقاط. لا بخوميييغ كاستيون، مي أون ليجوند أو شيما سي دو سو أون أوتيليزون لي مو. غادي نديرو لي ليجوند ديال هذا الرسم هذايا بهذا الاستعمال ديال هذه الكلمات هذو، لي دو روس، فوتوس، كوردون امبيليكال، ليكيد امنيوتيك. لوتيريس هو فوتوس هو الجنين، كوردون امبيليكال هو الحبل السري، ليكيد امنيوتيك هو داك السائل لزج كيكون عايش فيه داك الجنين. مزيان، هنا عندنا واحد الفوتوس دو شافغ، يعني جنين الحيوانات الولودة، يعني جنين الحيوانات الولودة، نعم، يعني جنين ديال الماعز. صافي، هنا عندنا واحد المعزة هي اللي عندها الجنين. نكملوا هاد لي ليجوند. نبداو اولا بهذا اللون ديالو، تقريبا لونه احمر. داو اللون الاحمر كيبين داك لو تيروس، نعم، ها مشاتنا لو تيروس. ندوزو لهاد اللون الابيض اللي هو واحد لو ليكيد، واحد السائل، صافي، ليكيد امنيوتيك، نعم، ليكيد امنيوتيك، امنيوتيك، ليكيد امنيوتيك، نعم. هنايا هاد السهم هذا ماشي للجنين، يعني لو فوتوس، فوتوس مشات لينا، وبقات لينا كوردون امبيليكال اللي هو الحبل السري الذي يضمن جميع احتياجات الجنين، وهو صلة الربط ما بين الجنين وامه، نعم. اذا كوردون امبيليكال، داكوغ. دونك هذا هو لو تيروس، عندنا ليكيد امنيوتيك، فوتوس، اي كوردون امبيليكال، هذا هو الجنين، جنين دو شيفغ، يعني جنين الحيوانات الولوده. ندوزو لا دوزيام كاستيون، سويفا افيك موا. جو كومبليت لا فراز سويفونت، غادي نكملو هاد الجمل هادو. لانيمال دون لو فوتوس غروندي دون ان اوف سابيل. دونك هنايا كيقول لك الحيوانات او الحيوان الذي جنينه يكبر جاء في البيضه يسمى، شنو كيتسمى الحيوان اللي الجنين ديالو ينمو في البيضه؟ كيتسمى اوفيبار. اوفيبار يعني حيوان وبيوض، حيوان بيوض، صحيح، حيوان بيوض، نعم. لانيمال دون لو فوتوس غروندي دون لوتيروس دو سا مير اي دي. هنايا كيقول لك الحيوان الذي يعيش جنينه في رحم امه كيتسمى فيفيبار. فيفيبار يعني حيوان، حيوان، حيوان ولود، حيوان ولود، نعم، تري بيان. دونك هنا هذا حيوان بيض، هذا حيوان ولود. ندوزو النشاط رقم 2. النشاط رقم 2 اللي هو باللغه العربيه، انتبهوا معايا. نعتبر الشكل جانبه رسما لاعضاء توالد فأر. اذا هادو هما الاعضاء ديال توالد فأر. هذا الرسم هذا كيبين لنا الاعضاء التناسليه ديال الفأر، نعم. اذا السؤال الاول، هل هي اعضاء تناسليه انثويه ام ذكريه؟ هي واش اعضاء تناسليه ديال الانثى ولا ديال الذكر؟ علي جوابك. اذا نلاحظ معايا، عندي بعض الاعضاء من 1 إلى 4، وعندي هنا واحد الرمز، هذا هو رمز الانثى، وبالتالي هما اعضاء تناسليه. اذا نكتبوا اعضاء تناسليه انثويه، انثويه، نعم. اذا هي اعضاء تناسليه انثويه. السبب هو وجود، لان لوجود رمزي الانثى، وهذا هو رمز الانثى. اذا رمز الانثى هو هذا، ما رمز الذكر كيكون بهذه الطريقه هذه، هذا رمز الذكر، اذا هذا الذكر، اما هذا الانثى، صافي. مزيان، اذا هذو اعضاء تناسليه انثويه، نعم. السؤال الموالي، اتمم الرسم بوضع الكلمات في مكانها الصحيح. اذا عندي قناة مبيضية، مبيض، مهبل، ورحم. إذا شنو غنديرو؟ إذا هاد الأرقام من 1 إلى 4 غادي نحاولو نسميو هاد الأعضاء. إذا رقم 1 واش هو قناة مبيضية، مبيض، مهبل أو رحم؟ إذا هو بطبيعة الحال المبيض، إذا مبيض، ها؟
نعم، رقم واحد هو المبيض، ثم ندوزو رقم اثنان. رقم اثنان هو أو لا هي قناة مبيضية، قناة مبيضية، إذا عبرها تمر البويضات. نعم، إذا قناة مبيضية، نعم مشات لنا قناة مبيضية ومشى مبيض، قلنا مهبل ورحم. إذا رقم ثلاثة هو الرحم، رحم، نعم، ورقم أربعة هو المهبل. نعم المهبل، إذا رقم واحد مبيض، رقم اثنان قناة مبيضية، رقم ثلاثة رحم، ورقم أربعة مهبل. دوز السؤال الموالي، أعطي عنوانا مناسبا للرسم. إذا عنوان مناسب لهذا الرسم، إذا هذا الرسم يوضح الأعضاء التناسلية للحيوانات الولودة وبالضبط الأنثى. إذا عندي أعضاء الجهاز التناسلي، التناسلي لأنثى الحيوانات الولودة. صافي، إذا أعضاء الجهاز التناسلي لأنثى الحيوانات الولودة. نعم، دوزو السؤال الموالي، أذكر دور العنصر واحد. العنصر رقم واحد هو المبيض، ما هو دور المبيض؟ المبيض يتجلى دوره، يتجلى دوره، قلت قبيلتي بأن المبيض ينتج البويضات، إذا يتجلى دوره في إنتاج، في إنتاج البويضات، البويضات، إذا يتجلى دوره في إنتاج البويضات، وبالتالي دور ديال المبيض هو إنتاج البويضات عند الأنثى. بالنسبة للذكر عندنا الحيوانات المنوية التي تنتج من طرف الخصية. إذا ندوزو للنشاط رقم ثلاثة اللي هو أون فرونسي، نعم انتبهوا معايا دائما. عندي لاكتيفيتي 3 ثلاثة ديال النقط، جيكخيفغي أو فو دوفون شاك فراس، كل جملة غادي نكتب قدامها إما صحيح إذا كانت صحيحة ولا خطأ إذا كانت خاطئة. لا بخوميييغ فراس، لا بوسول بيرمي دو ديستانغي لو بول نور إن دو بول سود إس دان نيمو، يعني البوصلة تمكن من التفريق ما بين القطب الشمالي N والقطب الجنوبي S ديال واحد البوصلة. نعم صحيح، إذا هي فغي، إذا هذا هو الدور ديال البوصلة بأنها كتتفرق ما بين القطب الجنوبي والقطب الشمالي ديالها، ديال هاد المغناطيس. إيمو هو المغناطيس، لابوصول هي البوصلة، إذا كتمكننا من التفرقة ديال القطب الجنوبي والقطب الشمالي ديال واحد المغناطيس. نعم، دوزيام فراز، لي لامب دو فيلو سون ألومي ميم سي لا بيسيكليت إي إيموبيل. هاد الجملة هادي شنو كتقول؟ كتقول بأن داك المصابيح ديال الدراجة كيبقى بقاو مشعولين واخا البيسيكلات كتكون واقفة، يعني ايموبيل غير متحركة. هنا هاد العبارة خاطئة، طبيعة الحال هي خاطئة. علاش؟ لأنه المولد ديال الدراجة، مولد ديال الدراجة يتحرك، إلا تحرك مولد ديال الدراجة كتحرك الأكارة، وإلا تحركت الأكارة كت المصابيح تصبح مضاءة، بالتالي لما كانتش حركة ما يمكنش تكون إضاءة ديال المصابيح. لا ديغنييغ فراز، لا دوغي دوسكيلاسيون دان بوندول سامبل اوغمونت لورسك لا لونغور دو فيل اوغمونت، يعني مدة الترجح، لوسكيلاسيون هو الترجح، ترجح مدة ديال التأرجح ديال واحد بوندول ديال واحد النواس، نواس بسيط كترتفع أو كتكبر، لورسك لا لونغور دو فيل اوغمونت، منين كيكون الطول ديال الخيط مرتفع. هنا هذه العبارة صحيحة، نعم صحيحة، لأنه حنا كنعرفوا بأنه المدة ديال التأرجح كتعلق بطول الخيط، ما كتعلقش بالكتلة، كتعلق بطول الخيط. مدة ديال التأرجح ديال واحد نواس بسيط تتعلق بطول الخيط، يعني كل ما كان طول الخيط كبير كل ما كانت مدة التأرجح كبيرة بطبيعة الحال. إذا حظا موفقا للجميع، كنتمنى أنه تزيدوا دعموا قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كنت معكم أنا الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.